تمكنت مصالح أم دائرة البروقية من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة مسبوقين قضائيا، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة لترويج المخدرات المؤثرات العقلية باستغلال القصر، مع إنشاء عصابة أحياء بغرض فرض السيطرة بالوسط الإقليم الحضاري بحيازة أسلحة بيضاء محظورة. العملية التي تمت بالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة البروقية أسفرت على توقيف 7 أشخاص وحجز 28 سلاح أبيض من مختلف الأحجام وكمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز مبالغ مالية تعد من عائدات هذه السموم.